اهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم في هذه الحلقه. هذه غادي نتكلم على المباراه اللي جمعت المنتخب الوطني المغربي ضد المنتخب ديال بنما، واللي انتهت لصالح الفريق المغربي بستة ديال الاهداف لثلاثه. المقابله ديال البرتغال انتهت لصالح البرتغال مع طاجيكستان. البرتغال كيتصدر المجموعه متبوع بالمغرب، طاجيكستان في المركز الثالث وبنما في المركز الرابع. يعني المغرب والبرتغال يعني فوزين عندهم، جوج بهم عندهم مقابلتين فازوا بها، كاين فرق في الأهداف فقط. إذا المقابلة ديال المغرب اليوم مع بنما كيف تابعناها كاملين؟ لم تكن يعني مقابلة سهلة بالشكل اللي كنا احنا كنتوقعوه، بكون أن المنتخب الوطني المغربي ولله الحمد يعني عنده عدة تبارك الله كي عدة نجوم يعني كبار، وتعودنا بصراحة تعودنا أننا نشوفوا الفريق الوطني المغربي كيفوز بفارق أهداف مع عدة فرق قوية عالميا، سواء في المباراة الرسمية أو المباراة الودية. إلا أنه اليوم مع فريق بنما لقينا فريق بنما أنه خصم عنيد، ولم زعما ما كانش بدك الشكل السهل اللي كنا احنا متوقعينه. ولكن يعني بصراحة ونكون واضحين وللأمانة أن المنتخب الوطني المغربي اليوم كان غياب عدد كبير من العناصر، عندهم إصابات، ولكن على مستوى الدفاع بصراحة كانت هناك أخطاء دفاعية كارثية بالجملة، وأخطاء كذلك فردية قاتلة هي اللي عطات داك الأهداف ديال البنما. يعني ربما كان شوية ديال سوء التركيز وبزاف، يعني خاص المنتخب الوطني المغربي مع المدرب هشام الدكيك راه خاصهم ضروري 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 يلقاو حل لهاد المشكل هذا، لان الان غادي نواجهوا ان شاء الله في المقابله المقبله فرق قويه جدا. بعد ما تلا عندنا المباراه ديال البرتغال يوم الاحد اللي غادي تكون ان شاء الله مع الوحده ونص، وكتعرفوا ان الفريق البرتغال فريق قوي، فريق هو حامل اللقب ديال العالم في النسخه الماضيه وبطل اوروبا والثاني على مستوى العالم، يعني فريق قوي وقوي جدا. وشفناه مع بنما كي قلنا فاز عليها ب10-1، وطاجيكستان حقق معها 3 أهداف لهدفين. يعني احنا عندنا الامل من شفنا اليوم المقابله ديال البرتغال مع طاجيكستان، عندنا كل الامل حقيقه في المنتخب الوطني المغربي بانه يفوز بالمقابله ديال البرتغال باذن الله. على كل حال بالنسبه للبرتغال خاصهم يا اما الى فازوا او التعادل فهم غادي يبقاو في الصداره، والا خسروا المغرب هو اللي غادي يكون في الصداره. المقابله اللي ان شاء الله كنتمناو انها تكون لصالح المنتخب الوطني المغربي وتدارك كل الاخطاء اللي ترتكبت هذا النهار هذا في هذه المقابله ضد بنما. اذا وكنتمناو كذلك اللاعبين المصابين العوده ان شاء الله باش يكونوا ان شاء الله في كامل الاستعداد للمقابلات المقبله باذن الله. على كل حال هناك حنايا مؤهلين للتمن بانتصارين ضد طاجيكستان وضد بنما اليوم، ولكن الى بقينا حنا مثلا المغرب هو اللي حصل على المركز الاول في حال ما فاز على البرتغال، غادي يواجه الثاني من المجموعه الرابعه في تمن النهائي، غالبا غادي تكون يا اما اسبانيا او طاجيكستان حسب يعني الكلاسمون ديال كل هذا. اما الى البرتغال هي اللي بقات متصدره المجموعة، والمغرب أنه حصل على المرتبة الثانية، غادي يواجه الأول في المجموعة السادسة اللي فيها إيران، فيها فرنسا، فيها فنزويلا، وغالبا غالبا غادي يكون المنتخب الإيراني. وحنا كنعرفوا أن الآن غادي يبقاو الفرق القوية هي اللي غادي تبقى في التمون، وكذلك إن شاء الله غتمشي بعيد. إذا حنا كنتمناو بإذن الله تعالى أن المنتخب الوطني ديالنا أنه يبقى في إن شاء الله في
اش غادي نقولوا يعني فاد الاقصائيات، يعني يتجاوز ان شاء الله الثمن ويمشي للربع والنصف والنهائي باذن الله، يمشي لابعد نقطه ممكنه في هذا العرس الرياضي الكبير باذن الله. على كل حال كنتمنوا انه يداركوا الاخطاء ويداركوا يعني كل المشاكل والعوده ديال اللاعبين المصابين باذن الله. إذن حظ موفق لمنتخبنا الوطني المغربي، لنتيجة ديالهم هي نتيجة جد مشجعة، نتيجة ديال الفوز يعني هي كتعطينا 6 ديال النقاط واحتلال المرتبة الثانية وضمان التأهل، هذا هو اللي مهم، أننا ضمننا التأهل للتومون. وكنتمنى ان شاء الله اننا نمشيو الى ابعد نقطة كما قلت لكم، وكنتمنى هذا الفيديو المختصر انه ينال الاعجاب والرضا ديالكم، ويكون هاد التحليل وهاد القراءه تكون بعجاله، انا درتها بعجاله على هاد المباراه هذه اللي كانت مباراه صعبه صعبه جدا اليوم، تكون نالت الرضا والاعجاب ديالكم. كنتمنى انكم تشاركونا بالاراء ديالكم، ديروا لي لايك وكذلك لي كومونتير، وشاركوا معايا في القناه وتابعوا المحتوى الرياضي. كنتمنى ان شاء الله هاد الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال، ونضربكم موعد في فيديو مقبل. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.